حارس مرمى لازمة لعبة في نص الملعب كده. سعيد لعبة كده اللي هو الباك اليمين بيزي يا سيد تاوت انقطع، ولكن لعيب ده كمان على جزمة شايفين كده سعيد هاتريك كده اول هاتريك في البطولة وسعيد بقول لكم ماتش كتير وكان الاولين 3-0 قلتلكم لسه بدري. اصبحت النتيجة 3-3 ومباراة على سطح ساخن وبيقطع العزب تام جراني سعيد. سعيد كان بيحجز رقم 7 لما التماس من ناحية الشمال لصالح فريق الشبيب. ماتش يا جماعة في كتير ولسه بقول لكم لسه في كتير وقطع كده النجمي جايب 3 اهداف وتروح كده من عزبة. برافو بيقطع شيرين ماشي شيرين كده بيلم برافو المهاجم كده بتقعد تفوت تروح لشيرين تاني. شيرين هجز كده الباك الشمال وهيلعب كده طويلة وعالية من ناحية الشمال كده يا جماعة مهاجم متحرك مهاجم سريع وبيلم تاني وش الشوطة جامدة صفيح ساخن من وراء كده بدأت تهرب مننا خالص والنتيجه 3-3 لمنتدى لصالح فريق والعزبة كان خسران قدر كده يتعادل في باسكت يا جماعة هنا عايز اظبط اي مسلمات في الباسكت موجود ماشي شيرين سنة ولسه بتلم تاني وشو الشغلة جامدة اي حاجة بعد اذن الناس كلها مثلا من جدا انا اسديد يا جماعة مش هنزل الملعب بس حيان 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 بس ابشيش وين باك لجنه كده فين يا راجل؟ هات هنا المباراه عايز اعرف باك لجنه كده تيجي على
ايده يا جاسم جول ايه في نص الملعب وبرافو العزبه كده بقى يا جماعه عمل كام تغيير كده بينشط وشيبين بيقطع شيبين ماشي شيبين ماشي الشمال يا حبيبي 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 ماشي الكابتن رضا ما عدش كده بيدي كل واحد حقه عندنا مع السلامه فرقه بشيش كابتن احمد رضا مع السلامه كابتن احمد فرقه بشيش مع السلامه ماشي رقم سبعه طويله وعاليه كده تروح لحارس مرمى عزب الكوره الضابع اللي بيهد كده ويلعبها طويله عايز يسال اسامه ولا ايه تروح الباك اليمين تخبط فيه كده ضربه ركنيه ثانيه لصالح فريق العزبه ضربه ركنيه لصالح عزب الكوم الطابع النتيجه 3-3 شايفين محمد ياسر كده بياخد بعض الصوت يا نهار ابيض يا راجل لسه بقول لكم انا لسه بقول لكم يا جماعه الماتش فيه كتير لسه الماتش فيه كتير 4-3 للمنتدى ده عزب عزب الكوم الطابع ايه ما زال اللقاء لسه فيه تاني يا جماعه ثلاثة لصالح حزب الكورة في الضرب أكتر المتشائمين كان يقول لك الماتش انتهى تعادل وأنا قلت لكم لسه بدري وما زالت النتيجة معلقة أربعة المنتدى أربعة لحزب الكورة في الضرب 4-3 بعد ما كانوا خاسرين 3-0 يا جماعة قدروا يتعادلوا ويتقدموا 4-3 شيبين في نص ملعب العزبة نتيجة في المنتدى اليوم 4-3 شايفين كيف هيسا معانا في المنتدى النهارده فرقة العزبة تعمل المنتدى نتيجة 4-3 بعد كلمة حسنين ما فيهاش مستحيل أصبحت النتيجة 4-3 لصالح العزبة كروم الضبط هيلعب رقم 27 على فريقي الجن رشيش تمام اللقاء القادم الجن ده يا جماعه الجن ده ما بيهزرش ما عفركوش ما بيهزرش الجن السنه اللي فاتت عملنا بطوله جامده عامل مباريات جامده فريق الجن من باب التفريق انا فريق الكابتن احمد رمضان في الافشيش يلا فازلني كاميرا نتيجة 4-3 لصالح العزبة ماشي المهاجم كده بيسدد تلاقي واحدة والتانية يسدد على سعيد ما يلحقهاش تروح كده تشيكس تطول منه تروح لحارس المرمى شيرين ماشي رقم سبعة بتطلب منه بيسند على شيكس ويطلع حارس المرمى يفوق نفسه كده ويطلع ضربة مرمى لعيبة كده ده باك الشمال وبيلم واحد والتاني يروح رقم سبعة اللي ساب الدنيا بقى وطلع برافو العزبة بقى يا جماعة
عشان تعرف تعتمد. بدأت تأمن الشريف تاني في نص الملعب، مفيش هزار، وهي النتيجة 4-3 لزهرة الهزم. رقم 7 بقى، رقم 7 ماشي 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 الراجل، عايز على شيكس 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 يبقى أي حاجة. وشايف كل حاجة، مد فاول ومد كرة وصالح فريق الشمال، فاول يا جماعة، فاول فعلا، فاول فعلا، كابتن مينا شايف كل حاجة، ومن أول الماتش ما بيعطيش نتيجة. الشمال تاني يلعبها كده تاني مدفوع مهاجم العزبه تلاقي رقم 7 في نص الملعب في لاعب واقع كده يا جماعه شايفين الكابتن ميسي كده استنى خده قرب في لاعب واقع كده كابتن رضا مد فاول عليك يا كابتن جزر شوف من القص بيه يا مش الشوط الغامضه تقدر في سعيد روح كده يا هم التماس صلح شبابه هو مش ملعب هيدي كرة كابة تروح كده المهاجم يا حد مرة يا شادي ماشي ماشي سالك كده وسعيد كده تطلع مني وتطلع على التماس مره ثانيه لان التماس لان التماس ماشي ماشي عايزني كده يا الله هنا يا سعيد سعيد يا ولد واحده بالاول كده كنا هنجيبها من الشبكه نسى المباراة واخدينا سبع ساخن النتيجة 4-3 لمنتدى سيء العزبة
هيطلع لها ولا ينزل الملعب؟ مش هديك فرصة تعمل اللي انت عايزه. نتيجة اصبحت 4-3 لصالح حزب الكورة بتاعته. كورة رامي التماس لصالح شيرين بيرجع كده على الباك الشمال، هيلعب على المدافع ولا ايه؟ 7 طويلة وعالية، برافو كده بيطلع العزبة سعيد كده من فوق، بيلم كده تطول منه والباك الشمال بيلعبها في نص الملعب، نص الملعب مهاجم متحرك، مهاجم وتطلع كده كابتن رامي ضربة رجلية، ضربة رجلية لصالح شيرين من ناحية اليمين، ضربة نزع الخط بيطلع جميع عشان يلعب، نزع الخط اللعيب، الناس اللي في الملعب فيها غريبة بيزنقوا، الناس اللي جوه الملعب، يا جماعة الناس اللي في الملعب، يا ابني انتوا مش سامعيني. خلاص ماشي ماشي كده، شيرين 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 شيرين